السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في أحد الأصدقاء عايز يعمل شكل مميز فوق الحيطة، يعني الحيطة كلها واخدة لون، هو عايز يعمل زي مثلا شكل مميز كده، هنشوف مع بعض. طيب خلينا نرسم الحوائط الأول من وول، وأقول له عايز أرسم الأربع حوائط مرة واحدة. طيب تعالى نشوف في 3D. ممكن اجي هنا من اركتكتشر واقول له ان انا عايز اضيف سويب، ولازم يكون معايا بروفايل معين ابدا ان انا امشي بيه على الحوائط ديت. تمام، يعني خليني اقول له مثلا سويب. ده الشكل المميز اللي انا عايز ان انا اعمله. هنا هو عامل لي على هيئة ايه، مربع، وبيقول لي ايه يمشي بيه حوالين الحيطة. ممكن تكمل الاربع حوايط او ممكن تكتفي وتدوس انتر يروح عاملهم على الثلاث حوايط اللي انت اخترتهم. طيب بس هنا ده شكل مربع، انا عايز ان انا اختار شكل معين زي ما هو مطلوب، فهقول له ان انا عايز اعمل بروفايل فاميلي. البروفايل ده هيكون 2D، لكن المسار اللي انا هاخده هو اللي يخليني امشي في المسار اللي انا عايزه. فاقول له هنا ناخد ممكن ديتيل ايتم بروفايل. تمام، خلي بالك ان في بعض البروفايلات بتبقى حاجة مثلا هوستد مليون ريل وهكذا. انا اخترت البروفايل العادي ده، الشكل اللي انا هرسمه ينفع ان هو يطرف فيهم كلهم. هو بيقولك ارسم حاجة بقى 2D، انا ممكن اجي هنا واقول انا عايز ارسم لاين من هنا مثلا، خليني يعني اشوف اليونت. هو هنا شغال بالمليمتر. فاجي هنا هقول له مثلا 100، اطلع هو. بعد كده نقدر نختار الماتيريال، خلينا نحملها لود انتو بروجكت 1. كده وخلاص بقى معايا في المشروع. طب انا عايز ادي الشكل ده هنا، فممكن اجي هنا على دي كلها واقول له ايه طيب، وابدا بقى اختار البروفايل. هو اللي بيقول لي ديفولت، انا هقول له لا ده انا عايز ايه فاميلي وان، لسه انا ما غيرتش اسمها. واقول له اوكي. تمام، تعال نبص على الشكل كده. ممكن اجي بقى على الشكل دوت واقول له موف من هنا لهنا، فيطلع معايا بالشكل دوت. واقدر بقى هنا اديله الماتيريال بتاعته. دي المفروض مثلا تبقى ستيل. بقول له اوكي، يقول له اوكي، فيبدأ يظهر معايا.
طيب دي طريقة، في طريقة تانية ممكن إن احنا نشتغل بيها، دي طريقة كويسة مفيهاش مشاكل. لكن في طريقة تانية، ألا هو إن أنا أجي أركتكتشر وأقول له كومبوننت وأقول له موديل إن بليس، وأختار بقى الكاتيجوري اللي أنا عايز أحط تحتيها، مثلا نقول أوكي. طيب عندي هنا التولز اللي انا ممكن اشتغل بيها. انا مفضل دلوقتي ان انا اشتغل بسويب، لان انا عايز امشي على كذا حيطه مره واحده، واقول له ان انا عايز اعمل مثلا بيج باص اهو، بص هنا لو عملت كده وما عملتش دي هيتعطل. ليه؟ لان هو هيلاقي ان هو بقى مسارين مش مسار واحد. وطبعا لو عايز تضيف ديت مفيش اي مشكله خالص. طيب قلت له اوكي كده انا معايا المسار. طيب تعالوا بقى نشوف ايه المشكلة. بتلاقي ان في حاجة مش متوصلة زي دي كده، ماشي اهي. طيب الحل بتاعها ان انا ايه اعمل التكملة بتاعتها كده. انا معايا المسار، ناقص بقى ايه؟ ان انا اعدل في البروفايل، ارسم البروفايل. هقول له ادي بروفايل وابدأ ارسم بقى اللي انا عايزه. انزل مسافة معينة، وبعد كده اقول له اوكي. كده هو مع المسار ومع البروفايل، فالشكل كله هيبقى خلص معايا. تقدر تديله الماتيريال من هنا على طول. فضل معايا بيه الشكل دوت. انا لغيت حتت صغيرة وخليت ايه كملت الخط، بحيث ان هو ايه يبقى كله 3 خطوط، خط هنا وخط هنا وخط هنا. تمام، فكده بقى معايا هو اقدر اعدل الماتيريال بتاعه في اي وقت. فدي الطريقتين عشان اعمل شكل مميز في الحيطة.